السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متبخداري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تاكوس منزلي بجميع الاسرار ديال النجاح ديالو. كيجي بنين احسن بكثير من اللي كيتباع جاهز. نتمنى فعلا انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. فنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فعلى بركة الله، أول حاجة غادي نحضروها وهي الحشوة. غادي نحتاج بصلة كبيرة مشلضة، لحم مفروم. أنا هنا فقط غادي ندير اللحم المفروم، أنتم ممكن أنكم ديروا نصف لحم مفروم ونصف صدر الدجاج، والكمية كتبقى على حسب أفراد العائلة. هنا غادي نجيب البصلة، غادي نزيد معها شوية ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد معها التوابل، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار، شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر، شويه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال سكينجبير، وغادي نخلط المكونات كاملين مزيان. غادي نزيد معاهم شويه ديال الثومه اليابسه، الا ما كانت الثومه اليابسه ما ديروش الثومه طريه، يعني يفضل انكم ديروا الثومه اليابسه، كتعطي نكهه مختلفه في الحشوه ديالكم. غادي نزيد شويه ديال صلصه الصوجا او صويا صوص، وكتبقى اختياريه الا ما كانتش كتوفر عندكم استغناو عليها. صافي، غادي نرد البصله تشحر مزيان تيرجع اللون ديالها ذهبي. وهنا بعد ما تشحرات لي البصله غادي نزيد معها اللحم المفروم او الكفته. وكما قلت لكم بالنسبه للكفته ممكن انكم ديروا النصف ديال الكميه كفته والنصف ديال الكميه صدر الدجاج او صدر الديك الرومي، الاختيار كيبقى ليكم. هنا غادي نردهم فوق البوطه ونخلي الكفته تشحر مزيان مع البصله وندوزو باش نحضروا لاصوص. بالنسبه هنايا ليلي غادي ندير صوص الجيريان، وصوص الجيريان كتجي النكهه ديالها جد رائعه، جربوها ما غاديش تندموا. غادي نحتاجو فيها واحد شويه ديال البصله، تقريبا واحد جوج معالق ديال البصله مشلضه، ثلاثه ديال المعالق ديال المايونيز، وعندي معلقه ديال المطيشه ديال الطاس او الطماطم المعلبه، شويه ديال المعدنوس، وشويه ديال الهريسه، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الحامض معصر مع التوابل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. هنا غادي نجيب المايونيز نخلطها مع البصله، زدت عليهم قطرات من يعني الليمون او الحامض. غادي نزيد معاهم قبصه ديال الملحه، معلقه ديال المطيشه ديال الطاس او الطماطم المعلبه، شويه ديال الحراره او الهريسه مع الملح والابزار، وغادي نخلط مزيان. وانتوما عينيكم ميزانكم على حسب الذوق ديالكم، زيدوا الملح وزيدوا الحامض، صراحه كتجي رائعه، نتمنى فعلا انكم تجربوها. صافي، هنا غادي ندوزو باش نحضروا التاكوس ديالنا. عندي الخبز ديال الشاورما، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو كيفاش ممكن انكم تحضروها في البيت. طريقه جد سهله ومبسطه. انا هنايا هذه شريتها واجده، غادي نجيب الخبز، غادي ندهنها بالصلصه بصوص الجيريان. ممكن الا ما كانش يعني الا ما كنتيوش من المحبي ديال لاصوص الجيريان ديروا اي صوص كنتيو نتوما كتفضلوها. غادي ندير الحشوة، وغادي نزيد فوق منا الجبن ديال الساندويتش، انا هنايا غادي نعمر الطاكوس بزاف باش يجيني يعني كبير او باش يجي معمر بزاف. نتوما ممكن انكم تعمروه غير شوية باش ما يخرج لكمش على الجوانب. يعني على حسب الخبيزات ديالكم، واش عندكم خبيزات كبارين او صغارين. انا هنايا هاد الخبزه هذه اللي شريت هاد المره كانت صغيره فما كانتش كتعمر بزاف. ممكن تزيدوا مع التاكوس قطع ديال المطيشه وديال الخس، الاختيار كيبقى ليكم على حسب الذوق ديالكم. صافي، هنا غادي نحاول نطوي هاد التاكوس هذا، رغم انني عمرته بزاف فما بغاش كاع يتشد،
وفي هذه الاثناء راني رده الاله ديال البانيني كتسخن. هنايا غادي ندوزو باش نحضرو تاكوس واحد اخر، وغادي نستمر بنفس الطريقه. كندهن الخبز ديال الشاورما بلاصوص الجيريان، كنزيد معاها الكفته، كنزيد ايضا الجبن المربع او جبن ديال الساندويتش، او الجبن ديال الساندويتش كنفضل انكم ديروه في الوسط، يعني ديروا شويه ديال الحشوه، ديروا الجبن في الوسط وعاد تزيدوا من الفوق الحشوه، باش هكا كيتعلق لكم في الوسط وكيجي رائع المذاق ديالو، وكيكون هذا هو التاكوس من بعد ما كنطويوه. طريقه جد سهله ومبسطه، وغادي نستمر هكا تنسالي الكميه اللي عندي كامله. وكما قلت لكم اي تاكوس درتو كنديرو في الاله ديال البانيني، كنشد عليه باش كيتبريسا، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. فخواتي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التاكوس من بعد ما طاب، كما لاحظتي وكيجي جد رائع، كيجي بنين. نتمنى فعلا انكم تجربوه وتقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. ما تنساوش ايضا انكم تجربوا لاصوص الجيريان، كتجي المذاق ديالها ولا اروع، خصوصا مع التاكوس اللي بالكفته. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم داموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.